أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: هل القول بأن يشهد بالجنة لمن شهد له أهل الأرض أخذا من حديث وجبت وقول النبي صلى الله عليه وسلم: هؤلاء شهداء الله في أرضه؟ إذا أحصيت أهل الأرض وعرفت أنهم كلهم شهدوا فلا شك أن شهادتهم حق، لكن أنت أحصيتهم عرفت هذا؟ نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.